دايما النادي الاهلي وخصوصا في قطاع الناشئين، بما انك فتحت قطاع الناشئين، اعتقد ان الفتره دي في طفره كبيره جدا في قطاع الناشئين بتحصل بقالها سنتين ثلاثه يعني. دي حقيقه يا كابتن. يعني انا قعدت 6 سنين. بما انك قريب يعني من القطاع. كنت باجي لاعب النادي الاهلي، مش هقول اسامي، الاقي رئيس القطاع قاعد في التكييف فوق. وانا قاعد في الملعب في الحر في الشمس. مره جالي ضربه شمس عشان قاعد في الشمس. لا، في بيبو خالد، لا تابع كل حاجه. المدربين اللي ماسكين الفرقه يا كابتن على خلق واكفاء. يعني انا مثلا هديك مثل بعمرو انور. طبعا كابتن عمرو 99 طبعا، وال 97 قبل كده ما كانوش بياخدوا مراكز كويسه بامانه. جه عادل عبد الرحمن مسكهم مره خديهم، وبعدين عمرو انور. حتى عمرو 99 السنتين اللي فاتوا الفرقه دي ما كانتش بتاخد مركز يا كابتن. كل ده فعلا انا شايف ان خالد بيبو لا عامل طفره كويسه. والراجل الاجنبي دوت برضو، لان انا في البراعم او الحاجات دي، لا شايف تطور كبير في اداء اللعيبه بتاعت النادي الاهلي. ايوه، مش كان جمال السيد كويس وتامر حفني كويس بتاع. الراجل ده برضو عنده اضافات. والميزه بقى في الاداره ان مدينه فرصه سنه واثنين وثلاثه اشتغل. وده مطلوب في الناشئين تحديدا يا كابتن اعتقد. بص انا قلت لك، انا نجاحي في قطاع الناشئين عندي ايه؟ بعد 6 سنين استمراريه. بعد 6 سنين استمراريه ابتدينا نحصد لعيبه بتتباع ولعيبه طالعه. هو ده. انما مش تمسكني سنه وتقول لي شكرا، ويجي واحد تاني يعمل شغل تاني وتقول لي شكرا، ويجي واحد تاني. لا، هي الاستمراريه في قطاع الناشئين. ودي ميزه. وانا شايف ان الاهلي فرقه 99 دي فيها لعيبه كتير هتطلع في الاول وطلع اعارات. فرقه كويسه. كلها اعارات في حتت كتير. مظبوط. وقبل كده كان معايا فارس طارق، ده من الناشئين الاهلي، وكان معانا اعاره حاجه محترمه. شوف الانديه كلها بقى. شوف انت بقى احمد عبد القادر، وشوف ما ده حصل في عمار حمدي واحمد عبد القادر ومحمد شريف. دي الميزه يا كابتن. دي الميزه واكرم توفيق. دي الميزه. زمان يا كابتن كان الاهلي عيني ما كانش في حاجه اسمها اعاره والكلام ده. كان يتعب الاهلي ويفرغ للانديه. تلاقي الانديه دي مكسره الدنيا بلعيبه النادي الاهلي. دي على شفتها في جيلي انا، 7 8 لعيبه لعبوا في فريق اول، عصام ربيع واحمد حموده واحمد رزق وعملوا فرقه كبيره جدا وكسروا الدنيا. اللي راح الاسماعيلي وراح الزمالك وراح طالعين من ناشئين الاهلي. الميزه بقى في الاعارات دي ان روح اتلمع وتعالى لي. هي اسمها استثمار رياضي واستثمار فني في كل نفس حاجة. الوقت كل حاجه. ودي حاجه فني في الملعب يعني. فني وماديات ومادي. واللي انت ربيته 12 سنه في النادي ما ضيعتوش، تقدر تستفيد منه. تقدر تستفيد منه.